كانت بلدة شيبايبو بمحافظة بينغسان في مقاطعة خيبي آخر مقر لقيادة الحزب الشيوعي الصيني في الريف قبل تحرير الصين بأكملها في مارس عام 1949. وفي تلك اللحظة التاريخية التي تأكد فيها انتصار الثورة، أشار ماو زيدون قائلا: علينا أن نحث الرفاق على الاستمرار في تمسكهم بروح التواضع والتروي والابتعاد عن الغرور والطيش، وعلينا أن نحث الرفقاء على الاستمرار في تمسكهم بروح النضال الشاق. إن هذه التماثيل للاختبارات تجسد شعور حزب سياسي برسالته التاريخية حيال الدولة. وعلى مدار أكثر من نصف قرن من الاختبارات، كانت شهادات الدرجات التي يقدمها أعضاء الحزب الشيوعي الصيني تدعو للفخر، ومع ذلك ظلت الاختبارات مستمرة. في الخامس من ديسمبر عام 2002، بعد فترة وجيزة من اختتام المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب، ترأس هو جينتاو الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مجموعة من الرفقاء من الأمانة العامة للحزب في زيارة شيبايبو. وفي أثناء الزيارة قال هو جينتاو: يجب أن تستخدم الحكومة سلطتها من أجل الشعب وتتعاطف مع مشاعر الشعب وأن تعمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب. فأصبح الإيمان بالشعب والاهتمام بمشاعره والاستماع إلى تطلعاته وحشد حكمته جزءا من الذاكرة الجماعية في العصر الجديد. بعد مرور ربيع عام 2003، هبت الرياح الدافئة كالعادة من الجنوب إلى الشمال، وكان يبدو وكأن كل شيء سيكون كالمعتاد. ولكن جاء هذا العام بما لم يكن متوقعا، بحيث اجتاح البلاد فيروس جديد، مرض الالتهاب الرئوي الحاد السارس، ذلك المرض الغامض غير المرئي والقاتل الذي عرف بالالتهاب الرئوي اللانمطي. وخلال بضعة شهور قصيرة تفشى المرض في نصف مساحة الصين، وأخذت ترتفع أعداد المصابين والضحايا بصورة متزايدة، وانتشر الذعر مصحوبا بتفشي الوباء في كل مكان. في الرابع عشر من أبريل، حيث كان الوباء في أكثر الفترات فتكا، ظهر هو جينتاو الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في شارع بكين، وهو أكثر الشوارع التجارية ازدحاما في غوانجو. وقد استخدم هذه الطريقة في هذه المدينة التي تجاوز فيها عدد المصابين بفيروس السارس أكثر من 1000 فرد، ليؤكد عزم الحزب والحكومة على التغلب على هذا الوباء. أعرب القادة الصينيون بأقوالهم وأعمالهم عن مشاركتهم الدائمة للشعب الصيني. ووسط تطلعات الشعب الصيني، ظهرت الحكومة الصينية أمام العالم بالعلانية والشفافية والكفاءة العالية، فنشرت المعلومات علنا وبشفافية، وكانت إجراءات المواجهة القوية قد عززت الثقة والأمانة الحقيقيتين. كانت هذه حربا بدون سلاح، حربا غير قابلة للهزيمة، حربا ضد فيروس من أجل إنقاذ الحياة. وأخيرا انتهى مرض الالتهاب الرئوي اللانمطي الفتاك مع إقبال فصل الصيف. لقد وصلت التنمية في البلاد إلى مرحلة جديدة، ولكن هل سيتم استغلال هذه الفترة الاستراتيجية السانحة المهمة بما يتناسب مع متطلبات التطور الجديد لتحقيق المزيد من التنمية؟ وضع هذا التساؤل التاريخي أمام الحزب الشيوعي الصيني. (تصفيق) 基本要求是全面、协调、可持续。
根本方法是统筹兼顾。إن ظهور مفهوم التنمية العلمية قد أجاب عن تساؤلات كانت الصين التي تتقدم تواجهها حول ماهية التنمية التي ستحقق نقطة الانطلاق التاريخية الجديدة وكيف ستحققها. في الدولاب الزجاجي للعرض الأساسي لطريق النهضة للمتحف الوطني الصيني نجد هذه الدفاتر التي سجلت لحظة تاريخية في تطور الريف الصيني عام 2006. 2006年全国取消农业税，从此这一在我国实行了2000多年的古老税种退出了历史的舞台。好，接下来咱们继续往前参观，前景。سقطت تلك الضريبة التي كانت تبلغ 125 بليون يوان كل عام عن كاهل الفلاحين، تاركة لنا تلك الدفاتر التي تفيض بالمشاعر. أبي فلاح، وظللنا نعمل في الفلاحة والغزل ونكل مر الأجيال، لكن اليوم سوف نودع ضريبة الأراضي. فبالنيابة عن الفلاحين أريد أن أنقش هذه الكلمات على الطنجرة هذه لأخبر من سيأتون بعدنا بأن يفرحوا ويهللوا قدر ما يريدون دون أن ينسوا هذه اللحظة أبدا. حفرت هذه النقوش الفياضة بالمشاعر على هذه الطنجرة التي ودعت ضريبة الأراضي، وترجع هذه النقوش إلى فلاح عادي يدعى وان ساني من قرية تينغليانغ في محافظة لينكشو بمقاطعة خبي. استخدم فلاح عادي طريقة فريدة ليسجل هذا الحدث العظيم الذي تخلى عما كان قديما ليستقبل مستقبلا جديدا. أخذت تتغير حياة الناس الذين كانوا يقتاتون من الأراضي على مر الأجيال. في بداية عام 2004 تناولت الوثيقة الأولى للجنة المركزية للحزب القضايا الريفية الثلاث على التوالي. وهكذا وفي الوقت الذي دخلت فيه تنمية البلاد مرحلة جديدة، يتم مكافأة الفلاحين الذين قد أسهموا بشكل كبير جدا في بناء رأس مال للتصنيع في البلاد. في مواجهة موجات الثورة العلمية والتكنولوجيا العاتية في العالم، أصدرت اللجنة المركزية سياسات لبناء الدولة على أساس الابتكار، وأصدر المؤتمر العلمي التكنولوجي الوطني المنعقد في 2006 المنهاج المتوسط وطويل المدى لتطوير العلوم والتكنولوجيا، مما رسم آفاقا عظيمة تعزز فيها الصين قدرة أخذ زمام المبادرة والابتكار وتسعى لبناء دولة قائمة على الابتكار. في ظل مفهوم التنمية العلمية، تسارعت خطوات الدولة تجاه التنمية الإقليمية المتناغمة والتنمية المشتركة. التبتو الهضاب الثلجية. في الأول من يوليو عام 2006 رفع الحجاب عن مشروع أقرب من المعجزة، ألا وهو مشروع السكك الحديدية جينغسانغ الذي عرف بطريق السماء. كان هناك ثلاث عقبات صعبة جدا تعوق هذا المشروع: البرودة العالية وقلة الأكسجين ووجود المناطق الجليدية وهشاشة الإكليوجيا، ومع ذلك تم بناء السكة الحديدية على ثالث قمة في العالم، والذي يعتبر أقصى حد لا يمكن تحديه في مجال الهندسة. 4000 متر 氧的饱和度只有平原的30%到40%，一到冬天呢，极端温度可以到零下40度。 منذ خمسينيات القرن الماضي ظل بناء سكة حديد في التبت حلما تتطلع إليه الصين الجديدة. وعلى الرغم من مواجهة العديد من الصعوبات، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية بدأوا بالفعل وبشجاعة لا يمكن تصورها بناء سكة حديد على ثالث قمة في العالم. خلال 6 سنوات انتهت مهمة كادت تكون مستحيلة. عندما ننظر إلى هذه المعجزة التي تتجاوز مرمى البصر لما يزيد عن 8000 متر، ما نراه بالفعل هو المخطط الصيني المبني على التخطيط الموحد والعمل بنظرة شاملة
لتحقيق التنمية الصينية بإرشاد مفهوم التنمية العلمية. تحولت المناطق الغربية إلى بقعة ساخنة تبحث المقاطعات الست وسط البلاد عن مزايا إقليمية متفردة. أما المناطق في شمال شرق البلاد وغيرها من القواعد الصناعية القديمة فهي في عمليات النهضة ورسم مستقبل جديد للبلاد. كما أضفت المناطق الساحلية الجديدة في تيانجين مزيدا من الحيوية على الحزام الاقتصادي حول بحر بوهاي. كما ترفع المناطق المتقدمة في الشرق راية التطور الاقتصادي الشامل في الصين جنبا إلى جنب مع غيرها من المناطق الأخرى، بما يعود بتطورات شاملة وعميقة على المجتمع الصيني. لقد وصل التبادل والتعاون بين جانبي المضيق إلى مستوى ونطاق لا بأس بهما، الأمر الذي حقق الترابط بين مصالح ومصير الصينيين من جانبي المضيق. في 29 من أبريل عام 2005 عقد لقاء تاريخي بين هو جينتاو الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وليان تشان رئيس حزب الكومينتانغ الصيني، مما خلق فرصة جديدة أمام الصينيين من جانبي المضيق للتعاون يدا بيد وخلق مستقبل جديد وتحقيق ازدهار ورخاء مشتركين بجانبي المضيق. شهد تطور الصين طفرة أكبر، حيث ارتفع إجمالي حجم الاقتصاد في عام 2007 ليصبح الرابعة على مستوى العالم، وأصبحت الصين ثالث أكبر دولة تجارية عالمية. في أكتوبر عام 2007 طرح المؤتمر الوطني 17 للحزب الشيوعي الصيني مطلبا جديدا من أجل بناء مجتمع اشتراكي متناغم ينعم بحياة راغدة، وهو الترتيبات الشاملة للبناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي الاشتراكي وفقا للتنظيم الشامل للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ومن ثم إضافة البناء الاجتماعي إلى جانب البناء الاقتصادي والبناء السياسي والبناء الثقافي لتتحول هذه الثلاثية إلى رباعية. وفي التقرير الصادر عن المؤتمر الوطني 17 تم تعديل السريع والسليم إلى السليم والسريع، وتعديل أسلوب الزيادة إلى أسلوب التطوير. الفرق في كلمة واحدة، ولكن فرقت بين سياقين مختلفين، فتقدمت الصين بخطى أكثر ثباتا ويسرا. طريقة التحول كانت سليمة وسريعة، يحدد المستوى العلمي والتكنولوجي والمستوى الاقتصادي. في يونيو عام 2012 بعد المهمة الفضائية التي شارك فيها رواد الفضاء يانغ لي وي وفي تيون لونغ وني هايتسينغ، حملت السفينة الفضائية سونجو 9 3 رواد فضاء آخرين في رحلتها إلى الفضاء، والتحمت بالكامل ثانية بسفينة تيان، وشهد الفضاء الشاسع مستوى جديدا من تعرف الأمة الصينية على الفضاء. انطلقت شينجو في الفضاء وغاصت جياولونغ في البحر. كانت هذه ثمار استراتيجية تطوير الدولة المتسمة برفع قدرة الابتكار وبناء الدولة القائمة على الإبداع. في ديسمبر عام 2003 ومايو عام 2010 عقدت لجنة الحزب المركزية دورتي العمل للكفاءات، حيث أصبح دور الكفاءات في بناء الدولة استراتيجية وطنية. طريقة التحول كانت سليمة وسريعة، مما أسهم في التخطيط الشامل لتطوير التصنيع والتمدين وتحديث الزراعة. في أكتوبر عام 2008 أكدت الدورة الكاملة الثالثة للمؤتمر 17 للجنة المركزية للحزب أهمية تغذية قطاع الصناعة للزراعة
ودعم المدن للأرياف كما أكدت سياسة العطاء في مقابل القليل. في هذا العام تمتع الطلاب في مرحلة التعليم الإلزامي من الأسر المتعثرة اقتصاديا في الريف بسياسة الإعفاءين والدعم الواحد، وبعد ذلك تم إلغاء مصاريف الدراسة في مرحلة التعليم الإلزامي وتحول ذلك إلى نظام دعم يغطي المدن والأرياف، ومن ثم انتقل فكر التطوير هذا ليتجاوز المالية العامة ويصل إلى داخل المجتمع بشكل أكثر تناغمية. وسط العرض الأساسي لطريق النهضة في المتحف الوطني الصيني، هناك دفتر مذكرات سجل فيه شيون سكرتير لجنة الحزب في قرية شيبا بمحافظة جينغشوان بمقاطعة سيتشوان مذكراته عن الزلزال، تعيدك إلى تلك الأيام التي حفرت في الذاكرة. في 12 من مايو عام 2008 مزقت قوة هائلة أراضي جنوب غرب الصين، حيث ضرب الصين زلزال مفاجئ بقوة 8 درجات على مقياس ريختر. هز ذلك الزلزال المفاجئ أرجاء الصين كلها. بعد وقوع الزلزال أصدر هو جينتاو على الفور إرشادات مهمة دعا فيها إلى سرعة إنقاذ الجرحى وتأمين السكان في المنطقة المنكوبة. وفي اليوم الرابع من وقوع الزلزال وعلى الرغم من خطر وقوع توابع للزلزال، ذهب هو جينتاو إلى بيتشوان وهي أكثر المدن تأثرا بالزلزال. في ذلك اليوم الذي وقع فيه الزلزال كان شيون أمين لجنة الحزب في قرية شيبا في اجتماع في مدينة جينجوان، ولكنه نجا من تحت الأنقاض بالصدفة. كانت قرية ميوي التي يعيش فيها والده بعيدة عن قرية شيبا التي يعمل بها، ومع ذلك اختار العودة إلى شيبا للمشاركة في عمليات الإنقاذ. كان الناجون تحت الأنقاض يحتاجون إلى الإسعاف السريع، وكان المشردون في حاجة إلى مأوى. كان شويون في الجبهة الأمامية من عمليات الإنقاذ يبث أمل الحياة وسط المنكوبين، بينما ينتظر في قلق شديد أخبار أسرته. في 12 من مايو كان قلبي يتفطر قلقا، بحيث أنني لا أستطيع الاتصال الهاتفي ولا أعرف ما الوضع في الريف. هل أبي وأمي بخير في مويوي؟ كنت أشعر بتشاؤم. بعد يومين عندما كان سويون مشتغلا بأعمال الإنقاذ، وصلت ورقة أوصلها إليه أحد الزملاء: توفي والداك، رجاءً العودة لتولي إجراءات الجنازة. فرد بورقة كتب عليها: لا أستطيع العودة، أنا ابن عاق. هذا هو شويون، وهذا هو تمسك أحد أعضاء الحزب. خلال عمليات الإنقاذ ومكافحة الزلزال، وأيضا خلال عمليات إعادة البناء بعد الزلزال، أدت منظمات الحزب على جميع مستوياته وجمع غفير من كوادر وأعضاء الحزب دور الحصن في القتال والنموذج والرائد في اللحظات الحرجة. لقد حررت هذه النكبة قوة كانت متركزة في كيان واحد، حيث أنقذ 83,988 شخصا من تحت الأنقاض، وتم إسعاف 360,000 مصاب بإصابات خطيرة. شهدت الصين كارثة الثلوج الكبيرة في الجنوب عام 2008 والزلزال في يوتشو تشينخاي عام 2010 والسيول المحملة بالطين والحجارة في تشوتشو بمقاطعة جانسو عام 2010. ولكن في مواجهة هذه الكوارث الطبيعية المفاجئة والمتوالية، أدهشت الصين العالم بقوتها ونظامها المتفوق، واهتز العالم بالدور النموذجي الذي أداه أعضاء الحزب وروح التضحية لديهم. انقشعت الكوارث، وما نراه الآن هي تلك البيوت الجديدة التي تم إعادة بنائها على أنقاض الماضي.
في 8 أغسطس عام 2008 وفي الحفل الافتتاحي لأولمبياد بكين دخل وفد الأولمبياد الصيني. كان ياومين يحمل العلم الوطني وبجانبه لين هاو تلميذ في مدرسة يينتشو الابتدائية بمحافظة وانجوان بمقاطعة سيتشوان. كما قال جاك روج رئيس لجنة الأولمبياد الدولية إن هذه الدورة من الأولمبياد لا مثيل لها. فخلال 16 يوما قصيرة لم تظهر الأولمبياد ببكين روحا أعلى وأسرع وأقوى فقط، بل أظهر لنا معنى الاتحاد والصداقة والتناغم والتقدم. وهكذا تتألق الصين الواثقة بقدرتها مرة أخرى وسط الساحة العالمية. ففي هذه اللحظات كانت الصين تعتز وتفتخر، فقد جعلت العالم بأكمله يلتفت إلى قوتها المتزايدة ويعرف مدى قربها ومحبتها للعالم. قبل أن ينتهي عام 2008 غير العادي، وفي النصف الثاني من ذلك العام اجتاحت العالم الأزمة المالية العالمية التي كان مصدرها الدول الغربية. هذا مصنع للملابس في شينجين، تباع الملابس المنتجة فيه في سوق الاتحاد الأوروبي. مع إقبال الأزمة المالية العالمية دخل اقتصاد الاتحاد الأوروبي في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2008. كانت هذه ضربة قاضية بالنسبة لمصنع يعتمد اعتمادا كليا على سوق الاتحاد الأوروبي. فتحولت حياة العامل تشانغ يوتساي من الانشغال في العمل إلى الفراغ التام. 当时的工厂里面的图案的货少了很多，然后外面呢，我一些朋友啊，一些老乡啊，都准备回家去了，没有工作干了，回家去没什么事做，所以有点担心。قطاع الصناعة الصيني شارك بشكل عميق في الأنظمة الاقتصادية العالمية، فانخفضت الطلبيات بصورة حادة وتوقف العمل في مصانع القطاع، مما أسفر عن فقد نحو 20 مليون من العمال الفلاحين عملهم فعادوا إلى بيوتهم. في مواجهة هذا الوضع الخطير أصدر مجلس الدولة سياسات حازمة، وفي نفس العام ظهرت سريعا العديد من السياسات المالية. في الربع الثالث من عام 2009 وصل معدل نمو الاقتصاد الصيني 8.9%، وفي وسط الكيانات الاقتصادية العالمية سبقت الصين العالم في الاستقرار والتعافي لتصبح محركا مهما يدفع العالم نحو التعافي الاقتصادي. توافد العمال مرة أخرى إلى المصانع، وانشغل تشانغ يوتساي الذي قلق على مستقبله لينهمك في العمل مجددا. ٢٦٠ مليون عامل فلاح أدوا دورا عظيما ليس له بديل في نواح عدة: تحرير العامل من الفلاحين، ورفع مستوى دخل الفلاحين، تضييق الفجوة بين الأرياف والمدن، دفع النمو الاقتصادي، الإسراع في عملية المدننة. إنهم هم الأبطال الحقيقيون وراء تنمية الصين. في عام 2010 تقدم إجمالي حجم الاقتصاد الصيني ليصبح الثاني على مستوى العالم. ارتفعت القوة الإنتاجية والاقتصادية العلمية والتكنولوجية إلى مستوى جديد، كما خطى مستوى معيشة الشعب ودخل المواطنين ومستوى التأمين الاجتماعي خطوة جديدة، وارتقت قوة الدولة الجامعة والقوة التنافسية على الصعيد الدولي، وقوي التأثير الدولي إلى مستوى جديد.我们坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路。中国特色社会主义道路，中国特色社会主义理论体系，中国特色社会主义制度，是党和人民90多年奋斗创造积累的。 必须倍加珍惜，始终坚持，不断发展。
في المؤتمر 18 للحزب الشيوعي الصيني أضيف فصل جديد، وهو مفهوم التنمية العلمية إلى راية الفكر التوجيهي للحزب. وقد لاحظ المراقبون الصينيون والأجانب الحادبون في البصر أنه قد أضيف في تقرير المؤتمر مطلب جديد، وهو الحضارة الإيكولوجية إلى جانب رباعية البناء الاقتصادي والبناء السياسي والبناء الثقافي والبناء الاجتماعي. فتوسعت هذه الرباعية إلى خماسية جديدة، فأصبح السعي لبناء صين أجمل وتحقيق التنمية المستدامة والمستمرة للقومية الصينية ترتيبات جديدة. 从11大的三位提到四位提，再到十八大的四位提到五位提，它既充反映了执政党对中国发展道路的任上的重大深化，也是对发展规律的九种把握。特别是党的十八大提出的，包括生态文明建设在内的五位提战略，不仅体现了以人为本的理念，也为实现资源节约、环境友好奠定重要基础。 بعد الختام الناجح للمؤتمر الوطني 18 للحزب بعشرة أيام، ظهرت نسخ مختلفة من ستايل حاملة الطائرات، وسرعان ما ظهرت على شبكة الإنترنت. هذه هي الحركة التي كان الناس دونها. في 25 نوفمبر عام 2012 نجح إقلاع ونزول طائرات تشيان 15 محمولة بأول حاملة طائرات صينية لياونينغ، وتعد خدمة حاملة الطائرات لياونينغ علامة ترمز إلى موقف جديد تم إبداعه في بناء الدفاع الوطني وبناء الجيش. ففي ظل مفهوم التنمية العلمية، حقق الإصلاح العسكري ذو الخصائص الصينية إنجازات هائلة، وتم تطوير التقاليد الممتازة التي يتحلى بها الجيش الشعبي في طوع إرشاد الحزب وخدمة الشعب والشجاعة البارعة في القتال. وتم الدفع التنسيقي والتعزيز الشامل للثورية والتحديث والبناء النظامي، كما تم التعميق المستمر لاستعدادات النضال العسكري، وتم الزيادة الملحوظة للكفاءة في إكمال الرسالة التاريخية في القرن الجديد والمرحلة الجديدة. في المرحلة الجديدة من القرن الجديد، انتهزت لجنة الحزب المركزية باعتبار الرفيق هو جينتاو أمينا عاما لها الفرصة الاستراتيجية المهمة. وفي أثناء مسيرة إنشاء مجتمع الرغيد الحياة، قامت بدفع الابتكار التطبيقي والابتكار النظري والإبداع في الأنظمة والتمسك بوضع الإنسان في المقام الأول والتنسيق الشامل للتنمية المستدامة، وطرحت بناء مجتمع اشتراكي متناغم والإسراع في بناء الحضارة الإيكولوجية وتشكيل التخطيط العام لقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والتركيز على تحسين وضمان مستوى معيشة الشعب ودفع العدل الاجتماعي من أجل العمل على بناء عالم متناغم ودفع بناء كفاءة الحزب في الحكم وبناء الصفة المتقدمة. ومن ثم تمسكت وتطورت بنجاح الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في نقطة الانطلاق التاريخية الجديدة.